الباب الثامن وزارة الدفاع الوطني. ثامن. العنوان الأول، الجزء الأول، نفقات التصرف 1,014,352,000 دينار. العنوان الثاني، الجزء الثالث، نفقات التنمية اعتمادات البرامج 180,384,000 دينار. اعتمادات التعهد 386,261,000 دينار. اعتمادات الدفع 206,375,000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة الجزء الخامس 13 مليون دينار. المجموع العام لاعتمادات الدفع 1,233,727,000 دينار. موارد الحسابات الخاصة في الخزينة صندوق الخدمة الوطنية 13 مليون دينار. الميزانيات الملحقة ترتيبيا 31,624,000 دينار. موارد ممثلها نفقات. انتهى. نعرض على المصادقة الباب الثامن لوزارة الدفاع الوطني. شكرا.